نظمت الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية تحت مظلتها مشروع قدرة، تعرض من خلالها عدد من الفيديوهات التوعوية الموجهة للأطفال المتعلقة بتقليل حجم النفايات وإعادة التدوير للحفاظ على البيئة. للمزيد بالتقرير التالي. تحت عنوان سفراء المستقبل، نظمت الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية تحت مظلتها مشروع قدرة، تعرض من خلالها عددا من الفيديوهات التوعوية الموجهة للأطفال المتعلقة بتقليل حجم النفايات وإعادة التدوير للحفاظ على البيئة. لما بنتعاون مهما كنت صغير للمستقبل سفير، كل شي مفيد. لما بنتعلم نحب العالم أكثر، شوف الفكرة بتكبر. احنا سوا 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 سفراء المستقبل. تضمنت الفعالية كلمة لوزارة التربية والتعليم ونقاشات وورشات تفاعلية مع الأطفال بقيادة كادي، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية ومسابقات توعوية. الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية تركز في نشاطاتها ضمن مشروع قدرة على جمع المعلومات من خلال إنتاج فيديوهات سهلة الفهم وتوزيعها وبثها عبر عدد من القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي. عيد ميلادي؟ آه سلمى، ما أظن بقدر، ما عندي كتير وقت. أنا جاي أحكي معكم بموضوع كتير مهم. شو؟ كيف رح تاخذوا الأغراض على البيت؟